السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقه تحضير كيك سهله وبسيطه تحضروا لوليداتكم، ما كاملاش ربع ساعه. غير تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. غناخذوا واحد البيضه وغنديروها، ناخذوا بيضه وغندير واحد نص كاس ديال السنيده معاها واحد القبيصه ديال الملحه صافي، وغنضربو مزيان مزيان. غنديروا نص كاس ديال الزيت صافي، وغنضربو مزيان مزيان على هاد الشكل هذا. غنديروا واحد الفانيا وغنحركو مزيان صافي. غنديروا واحد الصاشيه ديال الكاكاو، كتهز لنا معلقه وحده كبيره. واحد الكاس ديال العنبه غنديروا بشويه بشويه، غنحركو مزيان مزيان. واحد راس معلقه صغيره ديال القرفه كتجيب واحد النسبه. بعد ما كملنا الكاس ديال العنبه بهذا الشكل هذا صافي، وغنديروا الكاس الثاني شويه بشويه حتى نكملوا. واخا تشوفوا دابا ثقيله، راه حيت غنديروا واحد كاس ديال المطايب، هو السر ديال هاد الحلوه ديال هاد الكيكه باش تجينا خفيفه وهشيشه. هاد المطايب غي يطيب لنا البيضه، البيض اللي درنا لا هانتوما غنوريكم دابا راه تقال لينا. غنديرو داك هاد الشيء، ها هي تقالت، غنكبو بشويه بشويه على هاد الشكل هذا. ما تخافوش منها، تقولوها طيب لنا لا شويه. هانتوما شتيو واخا تشوفوها جاريه ما تخافوش منها. انا غنزيد الدقيق حيت درت داك الكاس ديال العلبه، غير حركو مزيان، باقي ما درتش الخميره. من الكاس الثالث غير بشويه وانتوما كتحركوا الخميره، خليناها من بعد الا ما صوبنا الحلوه ديالنا على هذا الشكل هذا صافي. غنضربوا مزيان مزيان وغنزيدوا داك الكاس، هزت لينا كاس الكيسان صافي. غنديروا الخميره ديالنا، غنديروا خماره وحده هذا على حساب 8 هكا شتيها صافي. بعد ما تكتبات لينا راه صافي واجده لينا وناجحه. بعد ما دهنا المول بالزبده غنديروا غنهزوا يدينا حتى للفوق على هذا الشكل هذا صافي. بعد ما درناها في المول غنحسبوا ليها، نشعلوا لها غير تحت 180 درجه طياب كيكه، غنحسبوا عليها واحد ربع ساعه صافي ونحيدوها. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم. وغير مقادير بسيطه حصلنا على كيكه رائعه وتزيين على حساب اللي بغيتو نتوما. وشكرا لكم، التعاليق ديالكم زوينه، وشكرا لكم بزاف بزاف. وما تنسونيش في لايك، وبسلام عليكم، ونتلاقاو فيديو جديد.